أنا اسمي أحمد محمد وعندي 64 سنة، مريض من شهر 6 السنة اللي فاتت. مراتي خرجتني من شقتي وأنا قاعد في الشارع بقالي 13 شهر بنام قدام المستشفيات وماليش حد. خدوا هدومي وما عنديش غير الطقم ده والطقم تاني، كل يوم بنام قدام المستشفى. مراتي بتضربني وبتعذبني وجابت لي حالة نفسية، ولما استغثت بولادي رموني في الشارع وقالوا مش فاضيين ليك ورانا حاجات أهم. بقالي شهور بنام في الشارع وسط الكلاب وما بقتش عارف أروح لمين، ضيعت صحتي عليهم وفي الآخر اتبروا مني. قلب ولادي عليا حجر ونفسي ربنا ياخدني علشان ارتاح. استغاثت عجوز يفترس شوارع القاهرة بعد تعرضه لضرب على ايد زوجته. تعالوا مع بعض نعرف ايه الموضوع. في احد شوارع القاهرة بيفترش الحاج احمد الطريق، وده بعد ما تعرض للضرب والسحب على ايد مراته وعياله، وده بعد ما ضيع عمره كله يصرف ويشتغل ويجري عليهم. وقال الحاج احمد في استغاثته لموقع بصراحة ان هو عنده 64 سنة وراجل مريض، ومراته كانت بتستغل تعبه وبتعتدي عليه بالضرب لدرجة ان هي كانت بتحدث فيه اصابات، ولما حاول يستغيث بعياله اللي ساعدوه ضربوه هما كمان، وقاموا شالوه رموه في الشارع وقالوا احنا مش عايزينك. ومن يوم ما طردوني وانا بنام قدام المستشفيات علشان بخاف اموت لوحدي، لحد ما تعبت ودخلت المستشفى. الدكاترة كلموهم وهم حتى ما اهتموش، وكل واحد متجوز وعايش في بيته ومش راضي ياخدني اعيش معاهم علشان خايفين من مراتهم. وقال الحاج احمد انه حاول يتواصل مع اخوه لكن هو اخد ورثه ومش بيرضى يكلمه ويتبرأ منه وبعد عنه. واكد الحاج احمد وقال ان هو عنده 4 اولاد، منهم بنتين وولدين، بنت موظفة واتنين التانيين بيشتغلوا سواقين، بيسمعوا كلام والدتهم وبيخافوا حتى يقربوا ليه او يسمعوا عليه. وقال ان هو ما حلتوش اي حاجة بيصرف منه، وان هو بيقعد قدام اهل الخير هم اللي بيصرفوا عليه وبيجيبوا له اكل وبيحاولوا يساعدوه. هو عنده فشل كلوي وبيحتاج علاج يومين وسعره غالي، وهو ما عندوش اي مصدر رزق نهائي يصرف منه. مراته استولت على الشقة وطردته منها بعد 39 سنة جواز كانوا بيتخانقوا فيها خناقات الأزواج العادية، لكن هي كانت بتستغل تعبه وإنه بيتعالج وصحته مش كويسة وانشغال ولاده عنه. قامت طردته في الشارع ورفضت إن هو يدخل شقته، وبقت حياته كلها في الشارع، وبيدخل يتعالج في المستشفى ويطلع يقعد في الشارع، وأهل الخير بيساعدوه ويدوله فلوس يجيب منها علاجه. حاول كتير يتواصل مع مراته وولاده لكن رفضوا، وبتهددوا بأسرتها وإن هما بلطجية وما بقاش عارف يروح لمين. في النهاية استغاث الحاج أحمد وطالب بأنه عايز يرجع لشقته من تاني ويلاقي حتة ينام فيها، لأن صحته بقت مدمرة وفي تراجع مستمر بسبب نوم الشارع ونفسه حد يساعده. وبالرجوع لبيته قال إن هو مسامحهم ومش طالب منهم بس غير يزوروه ويبقوا حنينين عليه. وفي النهاية بنتمنى الشفاء العاجل للحاج أحمد وإنه يرجع بيته في أقرب وقت.